السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. معكم سارة الودانية، غندير معكم محتاجين ديال القديد. غنديرو قلت نشاركو معكم. عندي القديد، التحميرة، البابريكا، شكنجبير، خرقوم بلدي، بزار، قزبور، بصلة، مطيشة، من طبيعة الحال الزيت. عندي عشق ديال الشكنجبير، عشق صغير مع القديد، راه فيه نجاعة طرية، التحميرة والبابريكا. خرقوم بلدي، البزار، وعندي هنا نص بصلة صغيرة شوية مقطعة رقيقة، عندي هنا قزبر معدنوس، ندخل واحد شوية تزيين. بطبيعة الحال زيت الزيتون، غنطيبو بزيت الزيتون، هو بزيت الزيتون راه تيجي زوين. المهم انا ما عمرو دار قديت في الطاجين، نجربوه يجي هذا ما يكون. هذا طاجين سوسي، حنا سوس تنديرو قديد في الطاجين، تنديرو في كسكسو. المهم راه كاين شويه صداع، رانا دابا هاد الطاجين تنديرو لكم من المغرب، من تارودانت. تنتمنى يعجبكم ان شاء الله. نديرو دابا فوق البوطي تشحر ونرجع معاكم. ها هو بعد ما تشحر، هو تتشحر شويه ما تتقلاش، ساهل يا عاد تشحر شويه نقلبو هاد الكيمات بحال هكا. انا قلت لكم انا نسمع قلت لكم راه حتى الفرده سكان، ولكن نسيت ما قلتهاش لكم. المهم راه غايبه لكم في الطاجين درت فرداس وقديت. شوف نتيجة الطاجين من الوش كيكون تيجي جديد. يا جربو اللي ما عمرها دارت طاجين بالقديد، جربو حيت كثري تنديرو في الكسكسو. صافي المهم راه هي تشحر شي شوية، غندير البصلة. نتوما تقدرو ديرو طا الخضرة، إلا بغيتي بغا الخضرة راه ديرو الخضرة، أي خضرة كتعجبكم تقدرو ديروها فيه، ها تيجي زوين طا بالخضرة. باش ندير الخضرة كنت ندير بصلة و مطيشة و الزيتون، نسمع لكم الزيتون. ندير مطيشة غنزيد كاس تاع الماء صغير، هاي كاس صغير تاع الماء. صافي دابا غنخليه كان طيب ونرجع معاكم. هاهو قاسين ديالنا، هاهو الجديد ديال البيت، ريحة منقولش ليكم الريحة ديالو، حيت القديد مصيب على حقو وطيقو، مصيبة الوالدة وختي تعرفي مصحيحتهم. هاهما لي وجدو عليا، جيت لقيتو موجود في الجيب المغرب. إيوا داك ليها الطواجين الريحة ديالو منقولش ليكم، هي جربو راه مكنزلوش عليه. الطاجين تيجي جديد، و تقدرو ديرو أي خضرة عجبتكم، راه تيجي حتى الخضرة تيجي زوين. إلا عجبكم الفيديو فعلو الجرس باش يوصلكم كل جديد، و متنساو ليا لي لايك و بارطاج.
ونمشي في القناة ديالي شارك. تفضل ليسا أمران، والتلفزيون القادم إن شاء الله.